في مدينة القدس تتناثر المساجد في الجهة الشمالية والغربية حول المسجد الأقصى لتخدم المارة المتأخرين عن الصلوات المختلفة وأيضا المحليين أصحاب الحوانيت البيوت الناس الذين لديهم إعاقات مختلفة لا يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى في كل صلاة. لذلك تخدم هذه المساجد الصغيرة الفئات المحلية على شتى أنواعها وأشكالها. من أهم المساجد الموجودة في الجهة الشمالية للمسجد الأقصى مسجد الشيخ مكي، وللأسف لعدم وجود نقش أو رقش أو توثيق يدلنا على تاريخ هذا البناء لا نجد أي وثيقة تدلنا على فترة البناء، لكن على الأغلب أن هذا البناء المتواضع يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي الرابع أو أواخر القرن الخامس الهجري، بني على لكي يغطي ضريحة رجل من أعلام الشافعية في الفترة العباسية، وهو مولود في الرملة وهو الشيخ مكي أو الشيخ قاسم ابن محمد ابن مكي، واحد من أقطاب المذهب الشافعي في تلك الفترة. أصل البناء كان قنطرة أوسع من المسجد الحالي بكثير. هذا البناء كان عبارة عن قناطر متعددة بنيت على الأغلب في أواخر الفترة العباسية، بنيت على شكل قناطر لتغطي المقام ولتكون مقاما وليس مسجدا لهذا الشيخ الذي جاء من الرملة واستقر في مدينة القدس ودفن في المكان الذي سكن فيه. القبر الآن يوجد في الجزء الشرقي من المسجد، والمسجد حاليا مساحته أصغر من المقام السابق الأصلي. المسجد مساحته لا تتجاوز 20 متراً مربعا، وهو عبارة عن قنطرة برميلية. المسجد يحيط به الكثير من البنايات التي تعود إلى الفترة المملوكية والعثمانية، منها المدرسة المملوكية التي كانت تسمى بالمدرسة الحنبلية. الكثير من القصص حيكت حول الكرامات التي حظي بها هذا الإنسان وهو أبو القاسم ابن مكي، وهو واحد من سادات الشافعية.